طبعا بلا شك ان هو يعني كان المفروض تبقى الحاجة تدريجية، لكن انت يعني لو النادي الاهلي او النادي المصري ربنا وفقهم وكسبوا المباريات بتاعتهم واستمروا في البطولات الافريقية خصوصا النادي الاهلي لانه مشترك في البطولة العربية برضو، فتخيل النادي الاهلي ممكن ان هو تصل مبارياته الى مثلا يعني 60 مباراة ولا حاجة، ضيف عليهم ان انت عندك يعني 5 اسابيع او يمكن اكتر الكرة المصرية تتوقف فيهم علشان 5 لقاءات افريقية، فطبعا ده مأزق كان بالنسبة للاتحاد وبالنسبة للجنة المسابقات. فالحاج عامر يعني حصلت معه اكتر من لقاء، والنهاردة كان الكلام واضح مع الاندية ان ممكن جدا ان الاندية تلعب في اسابيع كتير مباراتين في اسبوع واحد، ده طبعا هيبقى لود عليهم، وده خلى أندية عدد من الأندية خصوصا المشاركة في البطولات الأفريقية والبطولات العربية والبطولة العربية أنهم يطلبوا أن عدد اللاعبين يزيد من 25 ل 28 أو 30. إحنا برضو مراعاة للدوري المضغوط ومراعاة أن في أندية بإذن الله الأهلي يستمر ويوصل لغاية بطولة كأس أندية العالم، فهيبقى في شهر يناير اللي هو القيد الشتوي في 5 لاعبين اضافيين ممكن اي نادي يضيفهم لو احتاجهم.